عديد الأسماء وفي مختلف المراكز من أجل جلب اهتمام الناخب الوطني. هذه كرة والإمكانية التسديد والهدف الأول، الهدف الأول إسماعيل الحداد. إسماعيل الحداد يستلم كرة في ظهر إبراهيم باكاكو، يخير الساوية في مرمى محمد أمين بورقادي ويمكن الوداد من افتتاح التسجيل. يتوجه مباشرة إلى مدربه فوسي البنزرتي. إسماعيل الحداد يفتتح التسجيل. شوف الكرة، استلام ممكن، فكر في لعبة تسلل دفاع الجيش الملكي، سريع ينطلق من ظهر المدافعين. إسماعيل الحداد وبتسديدة يغير الساوية في مرمى محمد أمين بورقادي. 1-0 للوداد، 1-0 للوداد. أمين التغساوي، انطلاقة من أمين الحسوني، يلعب قصيرة حسوني لإسماعيل الحداد، إمكانية التسديد. جول! هدف ممتاز للوداد، هدف ممتاز للوداد. محمد نهيري الظهير الأيسر يحط كرة في سقف المرمى، يباغت محمد أمين بورقادي، يمضي الهدف الثاني للوداد. شوف تمريرة الحداد والنهيري، كان متقدم نسبيا بورقادي ومحمد نهيري، القوة والدقة بداخل الرجل، كان متقدم نسبيا محمد أمين بورقادي حارس الجيش الملكي في هذه الكرة، وتسديدة نهيري يمضي من خلالها الهدف الثاني للوداد. 2-0 مطلع دقيقة 18، مطلع دقيقة 18 الوداد. منذ بداية المباراة تنفيذ ثنائي، نهيري يرفع كرة، نهيري لأمين عطوشي، الثالث الثالث، جول جول! شوارع في دفاع الجيش الملكي، شوارع في دفاع الجيش الملكي، تقريبا 3 تمريرات يلقى وقته الوداد في كرة من أمين عطوشي، يماد والتغساوي بتسديدة قوية، ما عنده حتى حل بورقادي لسدها. هذه كرة مرفوعة من نهيري، يمشي للمتابع عطوشي، أسبق من بورقادي بالقدم الأول، ودون رقابة أمين تغساوي بتسديدة قوية. قلت ما عنده حتى حل محمد أمين بورقادي في إيقاف كرة التغساوي، يرفع الحصيلة إلى 3-0، 3-0. بعد ترجع كرة الشيخ كومارا مع إبراهيم البسخودي، ماذا مش خطأ، إمكانية لفريق الجيش الملكي، يرجع دفاع الوداد. توفيق أجروتن، أجروتن يدخل منطقة، يسدد جول! إصرار أجروتن في إنهاء الكرة في مرمى العروبي، انطلاقة كانت من أملود التمهيد. شوف أجروتن يبعد على نصير، يبعد على أمين عطوشي، وتسديدة يباغت سهير العروبي، يظلل الفارق لفريق الجيش 5 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. 3-1.